في مفاجأة من العيار التقيل، خرجت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب عن صمتها معلنة في أول تصريح لها بعد أزمتها الأخيرة، كتب كتابها على طليقها السابق حسام حبيب ثانية بعد انفصالهما نهاية العام الماضي. أهلا بيكم في فيديو جديد وخبر جديد. لو لسه ما اشتركتش في القناة فضلا اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك منا كل جديد. قالت في اتصال هاتفي مع برنامج الحكاية على قناة ام بي سي المصرية ام بي سي 2 مساء أمس الجمعة: أعتذر لحسام حبيب وأريد أن تكون حياتي الشخصية خاصة، كما أكدت أنهما كان ضحية لشيء أكبر منهم، ملمحة إلى أنها أخطأت في نشر أخبارها الشخصية على العلن أمام العامة، وأشارت إلى أن زوجها كان ولا يزال حب حياتها وعمرها، مؤكدة أن الأخير هو من عرض عليها الزواج مجددا فوافقت. وشهدت حلقة البرنامج بس لقطات لعقد قران الفنانة المصرية التي ظهرت إلى جانب المأذون وطليقها السابق. وقالت أيضا: تنازلت عن القضايا التي رفعتها على شقيقي. كذلك أعلنت شيرين التنازل عن القضايا التي رفعتها بحق شقيقها محمد عبد الوهاب: أنا متسامحة ولا أستطيع أن أفعل ذلك بأخي. وأضافت: لا أستطيع أن أسبب حزنا لوالدتي بسبب خلافي مع شقيقي حسام حبيب مازحا، هي من أقنعتني. حسام حبيب تحدث بدوره وأكد على حبه لشيرين وأنه كان حزينا على ما يحدث لها في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى كونهما وعدا بعضهما إلى البعض أن يشرف كل طرف فيهما الآخر وأن تكون حياتهما لهما وحدهما، ليؤكد خلال حديثه أن شيرين هي التي أقنعته بالعودة. وبعدها تحدث مازحا أنها ستقتله بسبب ما ذكره في المداخلة، لكنه عدد وشدد على حبه الشديد لها. يشار إلى أن تلك المفاجأة المدوية جاءت بعد أزمة شغلت الرأي العام المصري والعربي خلال الفترة الماضية، بعدما دخلت صاحبة جرح تاني قبل أسابيع مستشفى للعلاج من الإدمان وخرجت منه قبل أيام بصحة جيدة، ليصدر محاميها ياسر قنطوش بيانا يكشف عن تعرضها للضرب والسحل على يد شقيقها محمد عبد الوهاب، ليرد الأخير ملمحا إلى أنها عادت لحسام حبيب مجددا. وكانت شيرين انفصلت رسميا عن زوجها في بداية شهر ديسمبر الماضي بعد زيجة استمرت ما يقرب من 4 سنوات، وقيلت حينها عن شروط العودة إلى حسام تتطلب معجزة، نافية منشرة على لسان والد حسام حبيب عن وجود مفاوضات للعودة ووصفته بالكذب والافتراء. طبعا كلنا شفنا الحلقة بتاعت امبارح، هم رجعوا البعض بالفعل وكتبوا كتابهم امبارح، وكان في صور كتيرة موجودة انا هجيبها لكم برضو ما تلاقيها موجودة في الفيديو، بتتكلم عن لحظة كتب كتابهم وعودتهم لبعض وان هم رجعوا البعض بالفعل وعقد قرانهم امبارح. ربنا يهدي الحال يا رب ويوفق. هي قالت ان شاء الله بمشيئة رب العالمين كتب كتابها على حسام حبيب، وعايزة اقول للناس ادعوا لي عشان ما اقدرش اعيش من غير دعواتكم ليا ورضاكم عليا. كتب كتابنا كان امبارح الساعة 9 بالليل بحضور المقربين جدا لينا واخواتنا. اتمنى يكون الفيديو النهاردة كان مفيد بالنسبة لكم، اشوفكم في فيديو جديد، في امان الله.